تأكدي من اسمك. لي ظني 6 شهور ما عملت العملية، لا أقدر حتى أخرج ولا أنزل من القاعدة، أصلي فوق القاعدة قسما بالله إنني لا أقدر. وبيني دوخة 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 وخلاص، ودخلي كي يصوح ما أقدرش إنني أتحرك، أذني من القاعدة للقاعدة. ضحين قزعة دوخة دوخة دوخة، إنني يعني الفقر مرة عندنا ما بو إلا همة وهرم ومشاكل دنيا ودنيا. لا اقدر انني حتى اخرج لتقول حتى حق السياره حق الدباب مرة فقراء. عام الثالث على التوالي تدشن مؤسسة رسالتي مشروع الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة، حيث يستهدف هذا المشروع عدد 150 امرأة من النساء التي من الأسر التي تعولها نساء، ويوجد أحد أفرادها يعاني من مرض مزمن. استهدف هذا المشروع 150 امرأة من مديرية صالة القاهرة المظفر صبر الموادم للعام الثالث على التوالي لمدة 3 أشهر، حتى أنه يتم المعاينة للمريض ومن ثم عمل الفحوصات وصرف الأدوية لمدة 3 أشهر.